السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. السعودية تثير غضب أمريكا مع طرقها وساطة صينية مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء بإجهاض مساعي سعودية جديدة للتجارب مع صنعاء بوساطة صينية. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن إجراءات البنك المركزي التصعيدية ضد صنعاء ضمن خطط أمريكية للضغط باتجاه وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر. والتصريحات الأمريكية الجديدة بشأن تصعيد مركزي عدن تلميح إلى رفض واشنطن توجيهات سعودية تحدثت عنها تقارير إعلامية وتقضي بإلغاء التصعيد تمهيدا لمرحلة جديدة من المفاوضات مع الحوثيين. وتأتي هذه التهديدات عقب يوم على وصول وزير الدفاع السعودي ومسؤول الملف اليمني الأول خالد بن سلمان إلى الصين بزيارة مفاجئة. وكشفت وسائل إعلام أمريكية مخاوف من إمكانية نجاح الصين بإبرام اتفاق بين صنعاء والرياض. ونقل موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر قولها إن الملف اليمني على رأس أجندة زيارة بن سلمان لبكين، وتدفع الولايات المتحدة بقوة لمنع أي تقدم في مسار المفاوضات اليمنية السعودية التي تربطها وفق تصريحات مسؤوليها بوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.